أنا صبحي يونس العمدة صاحب ورش خراطة الأخشاب، ورسين الشغلة أباً عن جد، بقالنا يجي 200 سنة فيها، ومعايا أولادي معاهم بكالوريوسات برضك، وفتحت الرابع ليا معرض جبتهم عشان أنا أما أموت برضك ما تموتش الورش. أنا من وأنا في المدرسة كنت أجي أقف في ورش أبويا تحت في تحت الرابع، بعمل كل حاجة من الخشب الشجر، أي حاجة تخطر على بال أي حد. بنجيب الجنزير نقطع بعد الخشب ما بينزل كده زي ما أنت شايف، بنقطعه الأطوال المناسب للقرب، وبنلفها على المنشار جوه، والخراطيم بتخرط الرجول وبتتركب. أول مرحلة بتتقطع، وتاني مرحلة بتطلع تتلف على المنشار، وتالت مرحلة بتتركب الرجول. هو كان زمان تتنجر بأدوم كده، إنما أنا لما عملت الورشة أول واحد لف القرمة والهون الخشب على المنشار. أنواع القرم صنت ولبخ وسرسوع وفيكس، كله بقى بيلم اللي قدامه، بس هي أحسن خشب الصنت في الجزارة. باجي من بيت الساعة 9 الصبح بيكونوا العمال جم، بنقول يا مسهل يا رب، لغاية الساعة 7 هنا بنشطب، وانزل انا بقى اقعد مكان ولادي في المعرض تحت الرابع، اقول ربنا يعيننا عليها ودايما نبقى فيها في الشقة، لان هي دي مهنتنا ابا عن جد، ملناش الا هي. طبعا احنا رابع جيل في المهنه دي، يعني دي مهنه جدود جدودنا. طبعا المهنه بدات بقرمه الجزاره والهون والكلام ده، بس مع الوقت طبعا بدانا نطور فيها، دخلنا اطباق، اطباق تسالي، شغل ديكورات، شغل انتيكات، الكلام ده كله. طبعا الخشب بيجي لنا غشيم زي ما هو، بيتقطع بحاجه اسمها جنزير، وبعد كده بيطلع على المنشار، بيتعدل وبيتلف وبيطلع لها رجول بتتخرط والكلام ده كله، وبتتركب. الحمد لله انا اصلا قبل ما اخش المهنه انا كنت حاببها، فكان عندي قبول ان انا اتعلم فيها كل شيء، فتعلمت منهم كل حاجه الحمد لله. يعني نوع الخشب مثلا بيتفصل ازاي، ايه شغل اللي ينفع في النوع ده وما ينفعش في النوع ده، حاجات كتير يعني.